أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الديناميكا. آخر موضوع تكلمنا على الحركة المنتظمة أو الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم، وتكلمنا مع معادلات الحركة. النهاردة نستكمل موضوعات الديناميكا وهنتكلم مع الحركة الرأسية، ومش هروح بعيد طبعا، نفس المعادلات هي ايوه باختلاف العجله. قلنا لما كنا بنتحرك في خط مستقيم بعجله منتظمه جيم، هنبدل لما نتحرك حركه راسيه هنبدل عجله الحركه جيم وهنستبدلها بعجله الجاذبيه الارضيه، ويرمز لها بالرمز دال، وانت خدتها طبعا في الفيزياء، وقلنا دال قيمتها التقريبية 9.8 متر على الثانية تربيع، أو بالوحدات الصغيرة 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. تعال نشوف مع بعض معادلات الحركة الرأسية. عين بتساوي عين صفر زائد دال نون، يبقى نفس القانون اللي خدناه الحلقة السابقة هيفرق معانا. العجلة جيم هنشيلها ونحط مكانها دال. وبي بتساوي المعادلة الثانية عن صفر نون زائد نص دال نون تربيع. المعادلة الثالثة عن تربيع بتساوي عن صفر تربيع زائد 2 دال ف. ملاحظات، أنا عندي النهاردة حالتين. أولا إذا كان الجسم مخذوفا لأسفل يبقى اتجاه الحركة مع اتجاه عجلة الجاذبية الأرضية، يبقى إشارة دال في المعادلات موجبة. الحالة الثانية إذا قذف جسم رأسيا لأعلى يبقى اتجاه الحركة عكس اتجاه العجلة. دائما عجلة الجاذبية الأرضية دال دائما اتجاهها الأسفل عكس اتجاه الحركة. أيوة الحالة الثانية إذا كان الجسم مخذوفا لأعلى يبقى في عكس اتجاه عجلة الجاذبية الأرضية. أيوة يبقى الدال عندي سالبة، ونعوض عليها بالسالب في قوانين معادلات الحركة. إذا كان الجسم مخذوفا لأعلى، عايز أجيب زمن أكثر ارتفاع، يقول لي أيوة مخذوفا لأعلى أكثر ارتفاع، قلنا عند أكثر ارتفاع يبقى السرعة النهائية بتساوي صفر. كلام رائع جدا. وفي الحالة دي زمن أقصى ارتفاع أيوة يساوي السرعة الابتدائية على عجلة الجاذبية الأرضية، يعني عين صفر على دال. طب ولو عايز أحسب مسافة أقصى ارتفاع يبقى ف بتساوي مربع السرعة الابتدائية على ضعف العجلة، يبقى عين صفر تربيع على 2 دال. طيب زمن الصعود لأقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط لنفس نقطة القصف. كلام هنا مهم جدا، يعني ما اقول لك اوجد الزمن الذي يمضي من لحظة القصف حتى يصل لأكثر ارتفاع ثم يعود مرة اخرى الى نقطة القصف، يقول لي ايوة هحسب زمن اكثر ارتفاع ايوة واضربه في 2. كلام رائع جدا. الازاحة اسفل نقطة القصف، يعني انت من قمة برج بترمي جسم، يبقى انت بترمي الجسم فين؟ من فوق مكان مرتفع، من اعلى او من قمة برج قذف جسم رأسيا لأعلى، يبقى عند قذف جسم رأسيا لأعلى من مكان مرتفع ايوة يبقى في مسافة تحت منك ايوة. الازاحة اسفل نقطة القصف تكون سالبة. ملحوظة مهمة جدا. تعالى حبايبي نشوف مع بعض اول تمرين. بيقول لي سقطت قطعه خرسانيه من سقاله عاليه، اوجد سرعه هذه القطعه بعد نص ثانيه. خد بالك من الكلام، اول ما يقول لي سقط جسم يبقى على طول استنتج ايه، يقول لي ايوه يبقى عين صفر بتساوي صفر. سقط يبقى هو نازل لاسفل في اتجاه العجله ايوه، يبقى القوانين عندي الدال موجبه. أوجد سرعة هذه القطعة الخرسانية بعد نص ثانية،
يقول لي ايوه اشتغل على المعادله الاولى، عين بتساوي ايه؟ عين صفر زائد دال نون، يعني بتساوي عين صفر بصفر، الدال 9 علامه 8 في النون نص ثانيه، يبقى يديني ايه؟ اقسم. ايوه يديني 49 ونص متر على الثانيه. حسبنا السرعه بعد نص ثانيه. المطلوب الثاني، اوجد المسافه التي قطعتها القطعه الخرسانيه خلال هذا الزمن، يعني خلال نص ثانيه. يبقى فيه بتساوي ايه؟ يقول لي اشتغل بالصيغه الثانيه، فيه بتساوي عن صفر نون زائد نص دال نون تربيع، يبقى بتساوي عن صفر بكام؟ بصفر زائد نص في دال 9 علامه 8 في النون بكام؟ بنص، الكل تربيع يديني ربع. هضرب ده كله، نحسب المسافه، بتساوي 1225 من 1000 متر. التمرين رقم 2، قذف جسم راسيا لاسفل، يبقى اتجاه الحركه الاسفل مع مين؟ مع عجله الجاذبيه. ايوه، يبقى الدال موجبه في معادلات الحركه. بسرعه 20.6 متر على الثانيه، يبقى مديني السرعه الابتدائيه 20.6 متر على الثانيه من قمه برج ارتفاعه كان 105.9 متر. اوجد اولا زمن وصول الجسم لسطح الارض. يقول لي خلاص ده انا بتكلم عندي ايه؟ عندي سرعه ابتدائيه وعندي العجله دال وعندي فيه. ايوه، يبقى اشتغل بالصيغه الثانيه، يبقى فيه بتساوي عن صفر نون زائد نص دال نون تربيع، عوض فيه بكام؟ يقول لي 105.9. انت عايز تحسب ايه؟ عايز احسب نون، يبقى عن صفر بكام؟ 20.6 في نون زي ما هي اللي عايز احسبها، نص في 9 علامه 8 يعني 4 علامه 9 في نون تربيع. ايوه، عملت معادله من الدرجه الثانيه في نون، يبقى 4.9 نون تربيع زائد 20.6 نون دخل دي جوه باشاره مخالفه 105.9. عملت مقدار ثلاثي. ايوه، العبها على الاله، طلع العب على الاله حل المعادله، تحصل على قيمه نون، قيمه موجبه 3 ثواني، والقيمه السالبه تكون مرفوضه، مفيش زمن في السالب. يبقى بعد 3 ثواني هيصل، بعد 3 ثواني هيصل الجسم الى سطح الارض، يعني هيقطع هذه المسافه اللي هو ارتفاع البرج. المطلوب الثاني، اوجد السرعه التي يصل بها لسطح الارض. يقول لي سهله، هستخدم الصيغه الاولى، عين بتساوي عن صفر زائد دال نون، عن صفر عندي ايوه 20.6 زائد دال في نون، دال 9 علامه 8 في النون عندي بكام؟ ايوه النون لسه جايبينها بثلاثه. جمع الاله يطلع السرعه التي يصل بيها الجسم الى سطح الارض 50 متر على الثانيه. المطلوب الثالث، اوجد المسافه التي يقطعها الجسم في الثانيه الاخيره من سقوطه. خد بالك من الكلام، هو احنا قلنا هيصل لسطح الارض بعد كام ثانيه؟ قال لي 3 ثواني. هو عايز يحسب المسافه المقطوعه في الثانيه الاخيره. يقول لي ايوه، يعني هو كان قطع وهو نازل قد ايه؟ يقول لي ثانيتين مع ثانيه يديني 3 ثواني. يبقى انا عايز احسب المسافه المقطوعه في الثانيه الاخيره. يقول لي هشتغل بقانون السرعه المتوسطه، بتساوي ايه؟ فيه على نون، وبتساوي ايه تاني؟ عن صفر نون، جميل جدا، عن صفر زائد ده النون. يبقى هنا اشتغل بالصيغه دي، اقول له كده عين متوسطه بتساوي ايه؟ يقول لي عين متوسطه بتساوي ف على نون، فاكر؟ ايوه، عن صفر زائد ده النون. يقول لي مين نون هنا؟ قلنا عدد الثواني، فاكر؟ طب مين نون هنا؟ نون ايوه في منتصف الفتره الزمنيه. الكلام هنا مهم جدا. أنا عايز أحسب إيه؟ عايز أحسب مسافة، طيب خلال الثانية الإيه؟ الأخيرة، ثانية واحدة؟ أيوه، يبقى النون بواحد.
ان صفر عندي ايوه 20.6 زائد الدال 9/8. النون بكام؟ يقول لي منتصف الثانيه الاخيره اللي هي ايه؟ احنا قلنا يقطع كله في 3 ثواني، يبقى منتصف الثانيه الاخيره كام؟ يقول لي 2.5، يبقى نقص نص من تحت او ازود نص على الاثنين، اجيبها من فوق او من تحت. قلنا في الثانيه الاخيره وهو وصل الارض في 3 ثواني، يبقى ارجع نص ثانيه هتشتغل في المنطقه اللي هي منتصف الفتره الزمنيه، عوض عن نون ايوه ب 2.5 ثانيه، وجيبها على الاله نحصل على ب بتساوي 45.1 متر. ولا احلى ولا اجمل من كده. تعال نشوف الفكره اللي بعدها. بيقول لي قذفت كره راسيا الى اعلى. ده الحاله الثانيه، خد بالك، قذف لاعلى ايوه بسرعه قدرها 19.6 متر على الثانيه. يبقى انا هنا واقف على الارض ايوه ورميت جسمي الاعلى، يبقى اتجاه الحركه الاعلى ايوه واتجاه عجله الجاذبيه الاسفل ايوه، يبقى الدال سالبه. افتكر الكلام، اذا كانت دال في عكس الحركه ايوه تبقى سالبه، اذا كانت مع اتجاه الحركه تبقى ايه؟ موجبه. يبقى وانا نازل اتجاه الحركه نازل ايوه، يبقى مع الدال بقت الدال موجبه. برمي الاعلى ايوه عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه ايوه، يبقى الدال سالبه. طيب بيقول لي قذفت كره راسيا بتديني السرعه الايه؟ الابتدائيه عن 0.19 متر على الثانيه. اوجد اولا اقصر ارتفاع تصل اليه الكره، خلاص عرفنا اللعبه. عن صفر تربيع على 2 دال، عن صفر عندي ايوه 19.6 تربيع على 2 في 9/8 على الاله، يبقى الناتج 19.6 متر، حصلنا على مسافه اقصى ارتفاع. المطلوب الثاني احسب الزمن الذي تستغرقه الكره من لحظه القصف حتى تعود لنقطه القصف. يقول لي ايوه يعني طلعت ونزلت. يقول لي اولا هحسب زمن اقصى ارتفاع ايوه، وقلنا قبل كده قاعده مهمه جدا ايوه جميل جدا حبايبي بيقولوا معايا، زمن الصعود يساوي زمن الهبوط. يبقى معنى كده هحسب زمن اقصى ارتفاع واضربه، جميل جدا، واضربه في 2 فعلا. زمن اقصى ارتفاع بيساوي ايه؟ يقول لي عن صفر على نون على دال، يبقى بتساوي ايه؟ يبقى 19.6 على 9/8، يبقى 2 ثانيه هيوصل لايه؟ لاقصى ارتفاع بعد مرور 2 ثانيه. قلنا زمن الصعود يساوي زمن الهبوط، يبقى طالع في 2 ونازل في 2، يعني كاني ضربت زمن اقصى ارتفاع في 2 نجيب زمن الوصول الى نقطه القصف، يبقى 2 في 2 بعد 4 ثواني هيصل لنقطه القصف. التمرين اللي بعده، من قمه برج ارتفاعه 9.8 متر، يبقى انا واقف فوق هنا، خد بالك من الكلام، انا واقف عند الف عند قمه البرج، رميت جسم ايوه بسرعه ابتدائيه 4.9 متر على الثانيه. اوجد زمن وصول الجسم الى نقطه القصف، الى نقطه القصف هنا ايوه يعني عند الف برضه. يقول لي لسه قايلينها هنجيب زمن اقصى ارتفاع واضربه في كام؟ الله عليكم، يبقى نون بتساوي عن صفر على دال، عن صفر بكام؟ يقول لي ب 4.9 على دال بكام؟ 9.8، يبقى بعد نص ثانيه هنصل لاقصى ارتفاع. طيب طلع ونزل هيرجع تاني الالف ايوه، يبقى اضرب 2.5، يبقى هيمر عندي او هياخد زمن الصعود والهبوط الاثنين مع بعض ايوه في 1 ثانيه. المطلوب الثاني اوجد زمن وصول الجسم الى سطح الارض. يقول لي طيب انا عندي المسافه ايوه، احنا قلنا انا برمي منين؟ برمي من الالف لفين؟ لاعلى. قلنا المسافه او الازاحه اسفل نقطه القصف تكون سالبه، طبعا ما انا برمي لفوق كده يبقى ده الاتجاه الموجب للازاحه، وانا نازل يبقى الجزء ده موجب ايوه قصاده بالظبط جزء سالب هيطيروا مع بعض ايوه، هيتبقى الجزء اللي هو ايه؟ اسفل نقطة القصف هيكون ازاحة سالبة،
يبقى ب بتساوي ان صفر نون ناقص ده نص ده نون تربيع. طبعا انا برمي لفوق عكس اتجاه العجله يبقى الدال عندي سالبه والازاحه سالبه. ليه؟ اسفل نقطه القصف. يبقى عوض عن ب سالب 9 علامه 8 ان صفر عندي ايوه ب 4 على 9 من 10 وهو عايز نون يبقى نون ناقص نص في 9 علامه 8 نون تربيع. عملت معادله من الدرجه الثانيه في نون بعد الاختصار يبقى نون اقسم الطرفين على 4 علامه 9 يبقى نون تربيع ناقص نون ناقص 2 حلل يبقى نون بتساوي 2 ثانيه. المطلوب الاخير اوجد سرعه الجسم لحظه وصوله الى سطح الارض. يبقى اشتغل بالمعادله الاولى ان بتساوي ان صفر ناقص ده النون. واحد قال لي انا هكتبها زائد وعوض عن الدال بسالب 9 علامه 8 هي هي. يبقى ان صفر بكام؟ يقول لي ان صفر عندي ب 4 علامه 9 ناقص 9 علامه 8 النون عندي بكام لسه جايبينها؟ لسه جايبينها ب 2 واحسب عليها لا هيطلع عندي سالب. اقول له اتجاه السرعه سالب ايوه طبعا ما هو اتجاه عكس الايه؟ عكس الحركه اللي اتحرك بيها الجسم. يبقى معنى كده ان قيمه السرعه بتساوي 14.7 من 10 متر على الثانيه. كلام رائع جدا. تعالوا نشوف مع بعض اخر تمرين. بيقول لي قذفت كره راسيا لاعلى من نافذه فوصلت اليها بعد 4 ثواني. يبقى عندي نافذه اهي انا رميت كره كده ايوه عكس اتجاه العجله يبقى العجله مالها سالبه وده اتجاه الحركه. قذفت كره راسيا لاعلى فوصلت اليها بعد 4 ثواني يعني طلعت ونزلت في 4 ثواني. يقول لي ايوه افتكرت. احنا قلنا زمن الصعود يساوي زمن الهبوط. لو عايز اجيب زمن الصعود هو اداني الصعود والهبوط مع بعض يبقى اقسم 4 على كام؟ الله عليكم هقسم 4 على 2 2 ثانيه نحصل على زمن الصعود. طب زمن الصعود قانونه ايه؟ يقول لي زمن الصعود 2 يساوي ان صفر على د. اقدر اجيب ان صفر؟ يقول لي ايوه الدال عندي 9 علامه 8 اضرب في 2 مقص تحصل على السرعه الابتدائيه 19.6 من 10 متر على الثانية. المطلوب ثانيا احسب ارتفاع النافذة عن سطح الارض. احنا متوقعين قلنا انا لميت منين؟ من مكان مرتفع. قلنا المسافة اسفل نقطة القصف تكون سالبة يبقى متوقع الف هتطلع عندي في الحل تكون سالبة طبعا لان ف تقع اسفل نقطة القصف. المعادلة الثانية ف بتساوي عن صفر نون ناقص نص ده النون تربيع. عوض معايا ان صفر لسه جايبينها 19.6 من 10 في النون بكام؟ قال لي وصل سطح الارض في 5 ثواني يبقى النون بتساوي 5 ناقص نص في 9 علامه 8 في النون تربيع يعني ب 25 احسبها على الاله هتطلع عندك بالسالب وانت متوقع طبعا. يبقى معنى كده ارتفاع النافذه عن سطح الارض تاخد القيمه الموجبه 24.5 متر. اظن الكلام ممتع جدا 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 حبايبي. تعاملنا مع الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم وتعاملنا مع معادلات الحركة الثلاثة. النهاردة ايه اللي اتغير؟ العجلة اتغيرت. ليه؟ الحركة اختلفت. بتكلم مع حركة رأسية يعني القذف الاسفل او القذف الى اعلى وخدنا مجموعة القوانين مجموعة الملاحظات وموضوع ممتع جدا جدا جدا. واعتقد كده حبايبي يكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وفضل لي موضوع ان شاء الله موضوع واحد فقط اللي هو قانون الجذب العام ويبقى خلصنا الديناميكا بإذن الله. وفي نهاية الحلقة اتمنى لكم انا وكل فريق العمل النجاح والتفوق وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.